السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، واللي هي كيك فريزي. مكونات جد بسيطة وتقريبا موجودة في كل دار. نبدأ على بركة الله. ناخذ تقريبا 400 غرام دي فريز و100 غرام سكر فوق نار هادئة ونخليه تولي احمر ويطلق لنا الكشكوشة ديالو. ومن بعد نحيد الكشكوشة ونخليه يطيب تيطيب مزيان. ونبدأ نوجدو لاكريم ديبلومات. نحتاج نص لتر ديال الحليب و 80 غرام مي الزينة و 100 غرام سنيدة، ونغربلو المي الزينة مزيان باش ما تخليش لينا الحبوب، ونزيدو عليها السنيدة ونحركوها بالفوي مزيان ونديروها فوق العافية تتعقد ونحيدوها. ومن بعد كتولي على هذا الشكل هذا، نسرحوها في شي طبسي مزيان ونديروا لها شي بلاستيكه حتى تبرد. نخليو الكريم ديالنا تبرد ونجيو نحضروا الجينواز. سبقوا بيض البيض هو الاول، نحتاجو 5 البيضات وكبسة الملح، يعني ماشي بزاف، شوية الملح باش تطلع. ومن بعد نديرو السنيدة. ومن بعد طلع لاكريم ديالنا تولي بيض على هذا الشكل هذا، نزيدو في صفر البيض. ومن بعد ما وجد لاكريم ديالنا كنحيدوها وكنزيدو عليها نكهة الفاني. اللي عنده نكهة الفاني يديرها، واللي عنده فاني بودر يديرو. وبسباتي كنبدا نحركو من التحت لفوق من التحت لفوق باش ما تهبطش لينا لاكريم ديالنا، وكنبقاو حتى كنحصلو على هاد النتيجة هذا، كيتغير اللون ديال الكريم ديالنا. ومن بعد كنزيدو عليه 80 غرام ديال الزيت، من الاحسن تقسموها، ما ديروش 80 غرام باش الكريم ما تهبطش. وكنحركو من التحت لفوق وكنزيدو عليها 80 غرام ديال الطحين ونص باكية ديال الخمارة، وكنغربلوهم باش ما يبقاوش دوك الحبيبات. ومن بعد كنحركو من التحت للفوق حتى ينسجم الخليط ديالنا. ومن بعد ناخذ بابي كويسو وندهنو بشويه زيت باش ما يلصقش في الجينواز. ومن بعد ناخذ لاكريم ديالنا ونسرحوه تتولي طبقه رقيقه. ومن الاحسن الجينواز نسرحوه بالزرهم، ما بقاوش اللعوبه باش ما تطيحش، ويكون الفران سخون من الفوق والتحت. والطير ديالك يحتاج ماكسيمو 15 دقيقة حتى 20 دقيقة. وناخدو جوج كيسان كريم شونتي وكاس ديال الحليب، يعني جوج كيسان في كاس ولا كاس نص كاس ديال الحليب، ونطربوه مزيان. إلا كان عندكم طراب كهربائي من الأحسن. حتى يولي على هاد الشكل هذا ومفيش الحبيبات. ومن بعد الكريم ديبلومات كيبرد كنديروه في الخلاط. ومن بعد 3 دقائق كنزيدو كريم شونتي. ملي كينسجم كريم ديبلومات وكريم شونتي كنزيدو الفريز ديالنا اللي حضرناه في الاول، ولكن كنطحنوه وكنخلطوه مع الكريم ديالنا. ملي كنحصلو على هاد النتيجة هدا كنحيدو وكنديرو في جيب حلواني. ناخدو الجينواز ونديرو الطبقة الأولى ونسقيوها بالسيرو. السيرو اللي كنت بيه أنا هو الماء والسكر، وكديرو فوق العافية سخون. كنسقيوه بالسيرو باش متجيش الطبقة ديال الجينواز ناشفة. ومن بعد ناخدو الفريز يكون مجمد ونديروه في الجناب، ونكملو هاد العملية تالآخر. ناخدو الكريم اللي وجدنا ونبدا نديروه في الجناب باش ميطيحش لينا الفريز.
ومنين نكملو هاد العملية نبدا نديرو الكريم ديالنا فوق الجينواز. نسرحو الكريم ديالنا مزيان باش نجيبو طبقة اخرى من فوقه. الطبقة التانية كنديرو الاطراف اللي غيشيطو ونسرحوهم مزيان. ملي نسقيو الطبقة التانية كنقطعو طريفات صغار ديال الفريز وكنديروها مع لاصوص ديال الفريز اللي طيبنا فوق الجينواز. وكنسرحو بالتساوي باش ما تجيش جهة طالعة وجهة هابطة. ومن بعد كنزيدو الكريم وكنزيدو طبقة اخرى ديال الجينواز. وحتى هي كنسقيو بنفس الطريقة. ومن بعد كنضيفو كاع الكريم اللي بقى لينا من الفوق. ونحاول نسرحو الكريم ديالنا مزيان وندخلوه الفريق وتجمد اقل مدة هي 4 سوايع. ومن بعد 4 سوايع كناخدو الفريز السكر والجيلاتين وكنطحنهم على حسب الكمية اللي عندك. وخاص القاطي يكون مجمد مزيان باش لاصوص ديال الفريز تشد مزيان. وكنرجعو الفريق مدة تقريبا ساعة حتى ساعة وربع بما شدت لينا لاصوص وكنحيدو السيركل. وكما كتشوفوا ملي كيجمد كيولي على هذا الشكل هذا. وفي الدريساج درت فريز من الفوق. الى كنتي اول مره غتشوف هذه القناه ما تنساش تشارك معنا وتفعل الجرس. ولا عجبك الفيديو خلينا شي جيم وكومونتير. وبالصحه والراحه واستودعكم الله.